أهلا بحضراتكم إذن مشاهدينا الكرام، ونحن نتابع مع حضراتكم من العاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف هذا اللقاء وبالأحرى هذه الورشة، ورشة العمل السودانية التي تتشكل في هذه الآونة من مجموعة من الأحزاب والتيارات السياسية السودانية المختلفة التي تربو على 35 حزبا وتيارا سياسيا سودانيا، عدا عن المثقفين والأكاديميين المحسوبين على تيارات سودانية و أولئك المستقلين الذين ينخرطون في هذه المشاورات رغبة في الوصول إلى صيغ توافقية أو تفاهمات مشتركة مرتبطة بتمرير هذه المرحلة الانتقالية على النحو الذي يفضله ويريده السودانيون للوصول إلى حكومة مدنية تباشر وتهيئ التربة والأرضية السودانية السياسية اللازمة لإجراء الانتخابات. على أي حال دكتور راشد دياب يشارك من بين المشاركين في ورشة العمل، وفي هذه الأثناء القائمون والمعنيون بهذه الورشة يقومون بجولة تفقدية لأبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة التي تشكل ملمحا وطنيا مصريا بارزا ينظر إليه باعتباره يشكل قرينة أساسية ما بين التنمية والاستقرار، وكان للمشاركين في هذه الورشة الرغبة في تفقد أبرز هذه المعالم. دكتور راشد دياب إذن الفنان السوداني، وهو كذلك من الشخصيات المحسوبة على التيار القومي السوداني ذي الهوى القومي. إذن دكتور راشد أهلا وسهلا بحضرتك. الهوى القومي يعني القوميين. نعم. التميم بإصلاح السياسي الثقافي أو الفكري. والحقيقة في البداية أحب أشكر القائمين على أمر هذه الورشة على دعوتهم وعلى اهتمام مصر بالسودان الواضح الآن بصورة شديدة، يعني ما زي زمان كان بمستترة كده، هسه مصر أصبحت شقيقة فعلا لأنها بتهتم بقضايا السودان باهتمام دقيق وعاوزة تعرف بالضبط وعاوزة تساعد وعاوزة تمثل دور مهم جدا نحن نحتاج له في المرحلة للخروج من هذه الأزمة الكبيرة التي يعاني منها السودان. ولأول مرة يكون تقريبا في ورشة زي ما ذكرت، هي مش ورشة سياسية بحتة، لأن السياسيين واحدة من مشاكلهم الكبيرة في السودان بالذات إنه ما واكبوا الإنس الثقافي أو الفكر الثقافي أو التطور الثقافي اللي هم يعني الاثنين بيشتركوا مع بعض في تقديم الوجه الحقيقي للتنمية وللاستمرار وللكذا. فأنا سعيد جدا أكون في العاصمة الإدارية لأنها فعلا عاصمة حديثة والجيل الرابع فعلا، يعني إحنا عندنا شخصيا دهشته للطموح في عمل اللجنة المكلفة والمجموعات المكلفة عشان تنجز هذا العمل. والحاجة الثانية المهمة هي إصرار أو التضحية من أجل استمراريتها يعني وتغيير الوجه القديم لشكل المدن العربية والمدن بصورة عامة.